السابعة صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة الصباحية. البداية بشأن الطاقوي، حيث احتلت الجزائر المركز الأول عربيا من حيث الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حسب ما أفادت به منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوبك. وأوضحت المنظمة في تقرير ورد في نشريتها الشهرية أن الجزائر سجلت منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية نهاية أوت الماضي 7 اكتشافات جديدة، تشمل 4 اكتشافات نفطية و3 اكتشافات غازية. وخلال الثلاثية الثاني من العام الجاري سجلت الدول الأعضاء في أوبك 8 اكتشافات جديدة، 4 منها في الجزائر و4 أخرى في الإمارات العربية المتحدة. تحسبا لانعقاد القمة العربية بالجزائر في غرة نوفمبر، تتطلع الشعوب العربية لقمة جامعة للشمل العربي. ومن دولة الكويت الشقيقة يشيد الكويتيون باحتضان الجزائر بلد الشهداء للقمة التي يرفع فيها رهان الخروج بقرارات عملية للارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى آمال وطموحات الشعوب العربية لمجابهة تحديات الراهن. موفد التلفزيون إلى الكويت عبد الرزاق رمضان. الحكاية انطلقت من هذا الكشك قبل 120 سنة لصاحبه الشيخ مبارك الصباح، ليكون نواة سوق المباركية العتيق والكويت عموما. رغم مرور السنين ما يزال السوق ينبض عربيا. نترقب بكل أمل أن القادة العرب يجتمعوا في بلد جزائر العزيزة التي تمر الأيام الذكرى 60 إلى استقلال الجزائر، ونتذكر مواقف الجزائر الوطنية والقومية اتجاه الأمة العربية. والله توجه الدولة منذ القدم اتجاه عربي تام، يعني بالذات القضية الأولى القضية الفلسطينية، لأن العرب كلهم أخوة، فلا بد أن نتكاتف للم الشمل، وهذا المطلب يعني. ونحن نجوب السوق ونحاور بعضا من المواطنين، وإن اختلفت مفاهيمهم للقمة العربية لكن شيء واحد جمعهم. القضية الفلسطينية هي قمة الشعب المسلم الواحد العربي الأصيل، وهي القضية الشاغلة للجميع حقيقة، يعني المسلمين عامة، وإن شاء الله تعالى نشوف تطور قادم وأجمل من ناحية القضية الفلسطينية. نملك النفط ونملك التربة ونملك الأيدي العاملة ونملك المال ونملك الهمة، وهذا إذا اتحدوا راح يكون في اكتفاء ذاتي. إجماع كبير من قبل الشارع الكويتي على أن قمة الجزائر هي للم الشمل، وتطلعاتهم أكبر نحو رؤية عربية موحدة محورها القضية التي تجمع العرب فلسطين. عبد الرزاق رمضان، موفد التلفزيون الجزائري، الكويت. من جهته ثمن المفكر والمحلل السياسي العربي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية إدموند غريب، خلال ندوة فكرية ثمن جهود الجزائر في لم الشمل العربي، معربا عن أمله في أن تتمخض قمة الجزائر عن مخرجات إيجابية لأهم الملفات المطروحة وتحريك آليات التعاون العربي لإيجاد حلول لمختلف الأزمات العربية القائمة، تمهيدا لإعادة تفعيل التنسيق والعمل العربي المشترك. خالد حجلالي. ضيف الجزائر الإعلامي إدموند غريب، ومن منبر مركز الدراسات الاستراتيجية الشاملة، منح الحضور قراءة متأنية لخطوات الجزائر في المنطقة العربية والدولية، جهود يقول الإعلامي أضحت نتائجها إيجابية وتسجل في التاريخ. الجزائر قد تكون البلد الوحيد والقيادة الوحيدة التي تستطيع أن تحقق مثل هذه المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وآمل طبعا، الكثير يجب أن ننتظر لنعرف النتائج على المدى البعيد، ولكن أعتقد أن هذه بداية مهمة ورمزية، وخاصة أنها تأتي من الجزائر، وذلك أيضا لأن هناك طبعا موقف، يعني مواقف معروفة تاريخية
ارتباطات قوية بين الجزائر والقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني أيضا يقدر الموقف الجزائر كما قد تقدره أيضا الكثير من الشعوب العربية الأخرى في دول عربية مختلفة. ومن هنا تأتي أهميته في هذه القمة أيضا الاستثنائية، لأنها هي الأولى منذ سنوات. إدموند غريب أكد أيضا أن القمة العربية بالجزائر تمنح القيادات العربية فرصة لتوحيد المواقف ولم الشمل العربي. الجزائر كما قلت لها رمزية تاريخية مهمة جدا، والجزائر في قلوب كل العرب والأفارقة، ولذلك أعتقد أن هذه هي الفرصة يعني أساسية للقيادات العربية لكي يعملوا مع بعضهم للتفاهم لتوحيد المواقف. مساعي الجزائر لحل حالة الأزمات بالعالم العربي مع المزيد من التنسيق والتعاون هي مواقف ثابتة تؤكدها الجزائر من جديد من خلال مخرجة قمة الجزائر. لما اليوم نجد النخب العربية موجودة في الجزائر، ونخبة النخبة البروفيسور إدمر غريب موجود معنا، تلميذ جبران خليل جبران، اليوم وجوده معنا دليل على أننا نحن في الاتجاه الحقيقي، لأن وحدة الرؤية تزيل الانقسامات وتوحد القوى وتوحد الشتات. قمة الجزائر نحن تأكدنا الآن بأنها تقريبا نجحت، لأنه نوعية الحضور ستكون قوية وقوية جدا، المواضيع المطروحة في جدول الأعمال ستكون قوية وقوية جدا أيضا. الدبلوماسية الجزائرية لعبت أدوارا مهمة تؤكدها النتائج والمؤشرات على أرض الواقع، وللم الشمل العربي اليوم هنا بالجزائر تفعيل لهذا العمل العربي المشترك. أشرف أمس وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيجا رفقة وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي أشرفا على انطلاق فيلم سينمائي حول شهيد البطل محمد بوغرة قائد الولايات التاريخية الرابعة، كما تم بالمناسبة الترحم على الشهيد محمد بوغرة ببلدية أولاد بوعشرة بولاية المدية وتكريم عائلته. محمد ياسين نقاش. من موقع استشهاد البطل قائد الولاية التاريخية الرابعة محمد بوغرة انطلق تصوير فيلم يؤرخ لحياة ومسيرة الشهيد. نشرف على إطلاق هذا الفيلم المطول، الفيلم الروائي الذي يخص قامة من أخرى من قامات الجزائر، وهي قائد الولاية التاريخية الرابعة سي محمد بوغرة. هذا العمل الذي يأتي أولا تجسيدا للبرنامج القطاعي، والذي يأتي في سياق تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة إلى العناية الكافية لذاكرتنا الوطنية ولموروثنا التاريخي والثقافي. ولأن السينما لها دور كبير في تخليد الأحداث التاريخية، فقد تم توفير كل الإمكانات التقنية والفنية لإنجاح هذا العمل الفني. في البداية ونحن نحتفي بستينية الاستقلال، من غير الممكن ألا نحتفي بمغاوير الثورة التحريرية. وفي الحقيقة أنا أشكر السيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق على اختياره النير في الاحتفاء بأحد أبطال الثورة هذه السنة، المجاهد البطل الشهيد أحمد بوغرة، سينمائيا، الاحتفاء به سينمائيا، لأن السينما تؤرخ للأحداث. أعمال روائية تاريخية أخرى ستنتج في المستقبل لتخليد الأحداث التاريخية والشخصيات بصمت في تاريخ الجزائر. في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، تمكنت مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي أمس بشعبة توريرين بإقليم بلدية بني ميلك دائرة الدموس بولاية بازا بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف
وستة مخازن ذخيرة ولغم تقليدي الصنع ومعدات لصنع القبائل ونظارتي ميدان وأربعة هواتف محمولة وحقيبتي ظهر وأغراض أخرى. وتأتي هذه العملية النوعية التي لا تزال متواصلة لتؤكد مرة أخرى عزم ويقظة قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني وقطع دابر كل أشكال الدعم والإسناد لبقايا الجماعات الإجرامية. في موضوع آخر، استقبل أمس مستشفى دويرة الجامعي عددا من الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة في حادث انفجار الغاز بمحطة الوقود بولاية المنيعة، وكذا الحوادث التي وقعت جراء تسرب غاز المدينة بولايتي البليدة والصيف. هذا فيما تسهر والمصالح الطبية بالمستشفى على التكفل الأمثل بالمصابين. التغطية للينا بالعيد. بالسرعة المطلوبة استقبلت المصالح الاستشفائية للحروق بمستشفى دويرة إصابات متفاوتة الخطورة تحت مراقبة طبية ومتابعة استعجالية. يتم التكفل بجرح الحادث الأليم الناجم عن انفجار غازي في محطة وقود بولاية المنيعة. على 5 الصباح جاونا 3 مرضى من المنيعة دي بريلور غراف بار اكسبلوزيون تاع جي بي ال. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، حوادث انفجار كان سببها تسرب غاز المدينة بولايتي البليدة والصيف خلفت حالة إصابات بحروق بليغة الخطورة سرعان ما تم نقلها إلى المستشفى الجامعي بدويرة. وهكذا كانت المتابعة الطبية بمصلحة الإنعاش. جونا تاني 4 إكسبلوزيون دو غاز في دار عائلة واحدة من بوفاريك ولاية تاع البليدة، ودرك جاتنا مريضة من ولاية الصيف كاع في حالات حرجة. سي دي بريلي كي سون غراف باسكو سون ايتوندو كثر من 70%. دونك الحاجة الأولى سي فار لو بونسمون باش نديرو لو دياغنوستيك تاع لا سوبرفيسي تاع المساحة تاع الحروق تاعهم، وثانيا اون انكلونش لا رينيماسيون تاعها. جهود مكثفة للمصالح الاستشفائية والمختصين بقطاع الصحة بهدف التكفل الأمثل بالحالات التي خلفتها حوادث اليوم على أمل الشفاء العاجل للمرضى والمصابين. وبخصوص حادث انفجار الغاز بولاية الصيف الذي خلف إصابة شخصين بجروح وخسائر مادية معتبرة، يعلم النائب العام لدى مجلس قضاء الصيف الرأي العام بفتح تحقيق حول أسباب الانفجار ومدى سلامة الأجهزة الكهرومنزلية المستعملة بالمنزل الذي تعرض للانفجار. وفيما يخص انفجار الغاز الذي وقع صبيحة أمس بإحدى الشقق السكنية ببوفاريك وأدى إلى إصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة، تنقل النائب العام ووكيل الجمهورية إلى عين المكان رفقة مصالح الأمن الولائية فور وقوع الحادث، وأعطى تعليمات بفتح تحقيق معمق للوقوف على ظروف وملابسات الانفجار، كما أمر بتحديد جميع المخالفات والمسؤوليات فيما يخص الإهمال وعدم صيانة الأجهزة والمعدات والمنشآت التي تستوجب تفادي وقوع مثل هذه الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين وأمنهم وسلامتهم. في الشأن الصحراوي، شرع أمس الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في زيارة دولة إلى جنوب إفريقيا بدعوة من نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا. فبعد مراسم الاستقبال الرسمية أجرى الرئيسان محادثات على انفراد تناولت مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتندرج هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين التي تعود إلى سنوات طويلة، وهي فرصة لتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين. جدد ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء
في الصحرائية الغربية المينورسو سيدي محمد عمار التأكيد على موقف الجبهة من عملية السلام وتمسك الشعب الصحراوي بحقه المشروع وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال. جاء هذا على هامش جلسة المشاورات التي عقدها أول أمس مجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء الغربية، وخلال اجتماع مع ستيفان ديمستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. في فلسطين، رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة للكيان الصهيوني، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة. الخارجية الفلسطينية اعتبرت القرار تصويبا إيجابيا لموقف أستراليا بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مثمنة دعوة أستراليا لتطبيق حل الدولتين والتمسك به. في كرة القدم، وضمن الجولة الأولى لدورة شمال إفريقيا لأقل من 20 عاما والتي تجري بمدينة سويس المصرية، تعادل المنتخب الوطني مساء أمس أمام نظيره الليبي بهدف في كل شبكة، علما أن المباراة الثانية للمنتخب الوطني ستجري يوم الجمعة على الثانية زوالا أمام المنتخب المغربي. كرويا دائما، تعرف أمس فريق اتحاد الجزائر على منافسه في الدور التمهيدي الثاني مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حيث أوقعته القرعة مع نادي كاب تاون الجنوب إفريقي، وسيكون أمام الاتحاد أفضلية خوض مباراة الإياب في الجزائر، حيث ستجرى مباراة الذهاب في مدينة كاب تاون يوم 2 نوفمبر القادم، في حين سيلعب لقاء العودة في الجزائر يوم 9 نوفمبر، فحظ موفق للاتحاد في باقي مشوار هذه المنافسة. ونختم النشرة من ولاية إليزي وتحديدا من منطقة التاسيري نازجير بمناظرها الطبيعية الآسرة وكنوزها السياحية التي لطالما أبهرت السياح الوافدين إليها من كل بقاع العالم. إبراهيم بالخير. تمزج الجبال الصخرية بالكثبان الرملية الذهبية مشهد يستهوي كثيرا السياح لاكتشاف التنوع البيئي والتضاريس بمنطقة دهودين بالتاصيل نازجر. إنها الجزائر، التنوع كبير، هي أجمل الصحاري. هناك اختلاف بين هذه الصخور والرمال. نتواجد هنا بتهودين، حقل من الكثبان. لقد منحنا التسهيلات للاستمتاع بهذه المناظر. هي زيارتنا الأولى إلى صحراء الجزائر. كانت لنا الرغبة الكبيرة في المجيء منذ فترة طويلة. بدأت سلسلة من الزيارات السياحية وأتمنى العودة مجددا. لديكم بلد رائع جدا بألوانه وجماله. هو منظر استثنائي بالنسبة لي. هناك جبال وبحيرات، المنظر رائع ومدهش للغاية، ولا حصر له. الأشخاص هنا أيضا ودودون جدا بنفس روعة هذه المناظر الساحرة. الرسومات والنقوش الحجرية تاريخ عريق يروي للسياح عاداته وتقاليد المجتمع التركي منذ ملايين السنين، ساهمت في تصنيف التاسيلي نازجر ضمن قائمة التراث العالمي. نتواجد هنا بواحدة من أجمل المناطق الصحراوية. نحب الاستجمام والقيادة عبر الصحراء. أتفق معه، إنها جميلة بشكل مثير. معنا بزاف جنسيات هنا، رانا نوروهم السياحة الجزائرية، ورانا مرافقينهم من البوابة تونس على الجزائر طالب العربي إلى إليزي حتى الصحراء تاع إليزي، وإن شاء الله نكملوا معاهم حتى الصحراء تاع جانيت. ومن محاسن الصرف أننا تلقينا فريق أو مجموعة سياحية من السواح من مختلف الجنسيات، وهي تجول بهذه المناطق الرائعة، وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن وجهة الجزائر السياحية ستستعيد مكانتها إن شاء الله.
هكذا هي التاصيل ناجر، مواقع أثرية ومناظر طبيعية تدعو السياح لزيارتها واكتشافها عن قرب. ختام نشرة صباحية، شكرا لكم على المتابعة، ألقاكم في تمام التاسعة بحول الله، السلام عليكم.